بمناسبة بلدية المحلة، أنا ما زلت مقتنع إنه كابتن أحمد عبد الرؤوف واحد من أكثر المدربين الواعدين في الكرة المصرية. أتمنى بلدية المحلة ما عندوش أفضل إمكانيات في الدوري أو حتى من الفرق اللي عندها إمكانيات ضخمة وعظيمة، هو عاملين فرقة محترمة بس مش بإمكانيات كبيرة. فلازم يحصل دعم طول الوقت لفريق بلدية المحلة والجهاز الفني الحالي مهما كانت الخسائر، وإحنا بنتكلم في أول هزيمة يعني لسه الأمور طويلة. وأتصور إن بلدية المحلة مش من الأندية اللي هتكر هزايم، عشان هم مركزين وبصراحة هاديين سواء جهاز فني زي ما قلت لكم أو إدارة، فمش قلقان عليهم قوي. مرة أخرى كابتن حمادة علوي رجع لنا مرة أخرى مدير الكرة بنادي بلدية المحلة. أسباب الخسارة إيه يا كابتن حمادة النهاردة في هذه المواجهة؟ هو بس الضغط اللي هو ملعبنا وأول ماتش على ملعبنا، بداية المباراة ما كانتش جيدة، توقيتات الاجوان نفسها يعني احنا لو كنا خلصنا الشوط الاولاني نتيجه 0-0 كان هيبقى الوضع شوط ثاني، وضع ثاني خالص طبعا. الضغط بس بتاع اللعيبه واللي على اللعيبه بتبقى الشوط الاولاني انت عارف بيبقى صعب شويه، توقيت ان انت يدخل فيه جون في اخر الشوط الاولاني وبعدين بعد كده بدايه الشوط الثاني جون ثاني بحاله طرد برضو دي اثرت على سير المباراه. الطرد اثر عليكم كمان يعني؟ هو الطرد طبعا ما يعني انت شايف ان الطرد كان واضح صح ولا مختلف؟ لا مختلف مختلف. ليه يا كابتن حماد؟ طب قول لي عشان شفنا في على الشاشه انه بس كان في شده، بس احنا تصورنا ان هو واضح يعني. لا انا اللي اعرفه ان يعني ان حاله الطرد في ضربه جزاء، انت النهارده قانون اتغير بقاله سنتين ما بديش حالتين عقوبه قصوى، يعني بتدي ضربه جزاء دي عقوبه وبتدي مثلا انذار مش بتدي طرد، كده حسبت عليها ضربه جزاء وحرمتني ان العب. انا عارف اللي وصل لنا او التعديلات انها بقى لها سنتين متغيره، يعني حاله الطرد دي لو بره ضربه بره خط ال 18 يعني اوكي الراجل منفرد وبياخد ضربه جزاء بياخد فاول وطرد. احنا النهارده كله مختلف في كده، حضرتك اديت عقوبتين قاسيين جدا. هنتواصل بعد لحظات مع الكابتن جهاد جريشه، برضو خليك متابعنا يوضح لنا القانون بيقول فيها ايه برضو عشان حضرتك تبقى عارف دي اللقطه اهي. مفيش مشكلة نفهم عشان انا فاهم وجهه نظرك، بس في ليها اسباب بقى اخرى انه يبقى هل متعمد. انا مش عايز افتي، بس خلينا الكابتن جهاد يقول رايه وبعدين هقوله للساده المشاهدين ولحضرتك. الكابتن جهاد هيبقى فاهم اكتر مني طبعا، ومني كمان يعني هو شغلتهم يعني طبعا. فنعرف القانون بيقول ايه. مفيش مشكلة. الطرد بقى أثر على الفريق بعد كده، حسيت إنه بلدية المحلة خلاص الأمور اتصعبت جدا. بالعكس هو طبعًا أثر إن إحنا بنلعب ناقصين، بنلعب مع فريق متكامل، فريق متجانس، عنده استقرار من السنة اللي فاتت، معاه مدرب كبير، فرقة فيها خبرات كتيرة جدًا، بنلعب يعتبر شوط كامل 40 دقيقة ولا حاجة بنلعب 10، طبعًا أثر، بس إحنا أدائنا اتحسن جدًا آخر 25 دقيقة بعد ما الضغوط اتشالت واللعيبة بدأت حست ان الضغوط اتشالت وحاولوا جالنا فرصتين ثلاثه كنا ممكن نعوض صح، بس خلاص هو الجيم كان من اول الماتش بعيد طيب. شويه طيب كابتن حماده، واضح من التفاصيل اللي في الدوري انه مفيش فرقه هتكسب على طول، مفيش فرقه هتخسر على طول، بس الشاطر اللي يعرف يتعامل مع هذه الضغوط. حاسين انتوا كجهاز فني وطبعا جماهير المحله يعني طول الوقت هي بتبقى ضغطه للفوز دائما، هل هتعرفوا تتعاملوا مع الضغوط؟ هل الامور تفضل مكمله بشكل فيه استقرار؟ انا دايما بقول انه بلدية المحلة من اكثر الانديه اللي واضح انه عندها استقرار سواء اداري او على مستوى الجهاز الفني. بص حضرتك احنا من السنه اللي فاتت كابتن احمد عبروف معانا مجلس اداره واخد قرار ان احنا التغيير ده حاجه اخر حاجه ممكن نفكر فيها عشان نعمل الاستقرار. هايل. احنا قصه ده السنه دي تكوين الفرقه بالنسبه لنا امكانيات مع يعني مش زي الامكانيات الكبيره اللي موجوده في انديه كتير صحيح. فبالنسبه لنا مجلس اداره قرر ان هو مشروع ان اللعيبه كلها في مصر فروق قريبه مظبوط، فاحنا بنلعب زي ما حضرتك شايف عندنا جوه الملعب 4-5 لعيبه مواليد 2003 و2001 لعيبه كلها صغيره بنشتغل على الطموح، بنشتغل على ان اللعيبه دي لازم يبقى لها اسم، دي امكانياتنا وبنشتغل عليها والتجربه دي ان شاء الله هتنجح لان احنا مقتنعين ومصر كلها بتتكلم ان الفروق الفرديه ما بين اللعيبه المصريين مش بعيده. صحيح. حضرتك ممكن في 3-4 فرق يكون امكانياتهم عاليه جدا بيروحوا المراكز الاولانيه، بقيه الفرق كلها زي السنه اللي فاتت تتكلم لاخر اسبوعين ثلاثه 10 فرق بنفس الهبوط. صحيح.
ليه مش عشان دي صحيح. دي امكانيات طيب. لعيبه طيب. هتبقى قريبه يعني. طيب كابتن حماده ايه رايك الكابتن جهاد يخش معانا كمان يوضح لك الشكل القانوني في هذه الكره؟ كابتن جهاد جريشه يا كابتن جهاد منور الدنيا. كريم مساء الخير على كل مشاهدينا. اخبارك ايه؟ كله بخير. الكره اللي اتطرد فيها النهارده لاعب بلديه المحله وكانت انفراد، هل كانت تستحق الطرد ام انذار فقط؟ بص عشان بس نوضح احنا شويه الناس كلها تبقى عايشه معانا الكلام، ركله الجزاء تم التعديل فيها. لما يبقى في ركله جزاء موجوده بنلغينا العقوبه الثلاثيه، يعني ايه العقوبه الثلاثيه؟ يعني لما في منافس على الكوره اللي قدر المدافع في الكوره يعني يعمل تكتيك مثلا ويفشل في وصول للكوره يوصل للرجل. في منافس على الكوره موجوده يبقى ركله جزاء ومعطوسه محققه كان بره المنطقه تبقى طرد، لكن جوه المنطقه مع ركله جزاء تبقى تمام. لكن الكارت الاحمر تظهر في حالات معينه اللي هي استخدام الايد. يعني الدفع او المسك او الشد، مفيش منافسه على الكوره. انت في ظهر اللعيبه وبالتالي مش موجود معاك اي نوع من انواع المنافسه على الكوره. وبالتالي النهارده في الحاله بتاعت لعيبه المحله انت ما عندكش اي حال من الاحوال فرصه للمنافسه على الكوره، وبالتالي استخدمت ايدك اي استخدام للايد اللي انت في الظهر مش منافسه على الكوره هتبقى ركله الجزاء موجوده والكارت الاحمر يبقى الكارت الاحمر موجود في اللقطه دي. يعني مش المنافسه ما كانتش تحت، ما كانتش على الكوره بالقدم. مش موجوده المنافسه على الكوره اللي هو التاكلنج على الارض، المنافسه على الكوره لكن انافس على الكوره. انا بس عشان اوضح يا كابتن جهاد بعد اذنك. لكن النهارده الحكم خد القرار الصحيح بالكارت الاحمر لان مفيش منافسه على الكوره، الخطأ حصل بايد المسك اللي حصل وبالتالي انا ما عنديش اي فرصه للمنافسه على الكوره. ركله الجزاء صحيحه والطرد صحيح، لكن اللي كابتن بيتكلم عليه العقوبه الثلاثيه اللي اتلغت لما يكون في منافسه على الكوره. طيب كابتن جهاد انا في سؤال بس وهرجع للكابتن حماده تاني، بس في سؤال انا ببقى عايز اعرفه. احنا والساده المدربين والاجهزه الفنيه والناس دي مش المفروض لجنه الحكام تبقى بتقول للناس التعديلات اللي في القانون طول الوقت عشان هو احنا قاعدين بنتفرج كده زي ما الكابتن حماده قال اللي هو احنا عارفينه انه هتتاخد الكوره بشكل معين ما فيش عقوبه ثلاثيه وبالتالي مش طرد، فما نعرفش احنا التعديلات دي مش المفروض يبقى فيه توجيه بالتعديلات ديت للاجهزه الفنيه واللاعبين؟ يعني احنا كنا في الكلام ده قبل كده ان المفروض اي دوله في العالم بتعمل الفاتي لجنه الحكام المفروض بتطلع لكل نادي مشارك سواء في الدوري الممتاز او القسم الثاني او القسم الثالث مجرد محاضره باحتمال اللعيبه. صحيح. على فكره ده بيسهل مهمه الحكم او الحكام بنسبه كبيره. صحيح. كنت اتمنى ده يحصل السنه دي بس اعتقد انه ما حصلش، ما اعتقدش ان بلديه المحله راح الاهلي راح يحكم. صحيح صحيح. كابتن جهاد جريش انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذا التوضيح المهم. كابتن حماده لسه معايا؟ ايوه يا فندم. شفت التوضيح بتاع كابتن جهاد مقتنع بيه ولا؟ مقتنع طبعا كابتن جهاد يعني راجل علمه كل حاجه، بس هو القصه انا ممكن عشان انا في الملعب ما شفتش الدفع فوق ولا تحت. لا هم كانوا هو مسك انا شفت في اللعب. انا عشان ما شفتهاش ولا شفتها بعد الماتش. انا بتكلم ان هي فاول وراجل منفرد وواحد عرقله. لا على فكره انا كان انا كلامي في جزء مش صح كبير بس لا لا بالعكس انت صح بالعكس. انا عشان كده انا ما فاتتش ليه؟ عشان اللي انت قلته انا حسيته صحيح، بس قلت برضو الكابتن جهاد يخش يوضح لنا احنا الاثنين ونفهم اكتر الوضع. طبعا بص يا كابتن احنا اصلا موضوع التحكيم كمان النهارده في فار وفي حكام كبيره ما عندناش مشكله خالص معاهم يعني في ظل الحكام دولت انا صعدت بعد 15 سنه فما عنديش مشكله خالص. انا عارف ان انا هاخد حقي وكل حاجه، هي القصه بتبقى اختلاف في وجهات النظر ودخول الكابتن جهاد خلاص وضح الامور ما عندناش مشكله خالص. انا بس في حاجه وكابتن جهاد قالها ان المحاضرات وبتاع احنا كنادي البلديه احنا طلبنا وفعلا جالنا حد كنا محتاجين لان اول سنه هنلعب فار. ممتاز. جالنا يعني انا طلبت من استاذ مجدي ناشد اللي هو رئيس المنطقه الغربيه ومشكورا هو الاستاذ مصطفى الكومي اللي هو رئيس لجنه الحكام الغربيه وبعتوا لي محاضر وعملت محاضره للفار ومحاضره للتعديلات. هو الخلاف كان بس احنا ده مش اتحاد الكره اللي بعته، احنا اللي كنا طالبين وهم مشكورين جم قبل الدوري. وده موقف وده موقف ذكي منكم كنادي بلديه المحله ان انتوا عايزين تعرفوا اللعيبه يعملوا ايه وما يعملوش ايه، يعني ايه الاخطاء اللي ممكن. طبعا ما انت حضرتك شايف ان اصلا سلوكيات اللعيبه بقى لنا ماتشين وحضرتك هتشوف برضو الماتشات الجايه مفيش ولا هتلاقي لعيب بيعترض ولا لعيب سلوكيا ولا دكه البدلاء ولا اي حاجه. احنا ما عندناش عندنا الناحيه التنظيميه دي كويسه جدا. هي بس القصه بيبقى زي ما انا بقول لحضرتك انا في الملعب ما شفتهاش، انا شفتها فاول فعشان كده بقول القانون كذا. هو دخول الكابتن جهاد و...
وتوضيح الامور الموضوع انتهى. صحيح. اشكرك كابتن حماده علوي مدير الكره بنادي بلديه المحله. احب انا الناس المحترمه الهاديه. يعني ايه راجل بيسال في القانون وقال لك انا كنت شايفها مش طرد، جبنا حد بيفهم في قانون التحكيم كابتن جهاد جريش وضح الامر، فالراجل قال خلاص الموضوع خلص وانا اقتنعت. شوف الدنيا سهله ازاي وحلوه وجميله ولطيفه. هتقول لي يعني ازاي ما يبقوش عارفين في قانون التحكيم؟ هقول لك بتحصل، يعني بتحصل، وده يبقى الخطا زي ما هو قال انه لازم اتحاد الكره هو او لجنه الحكام في اتحاد الكره هي تطوع بهذا الامر وتروح للانديه وتعرفهم تعديلات القانون. خد بالك القانون بتاع التحكيم ده كل يوم وكل يوم والتاني في تعديلات، خد بقى دي خد الكبيره يعني. ده في حكام، في حكام وده مش صح يعني، في حكام احيانا بتفوت عليهم بعض التعديلات، في حكام احيانا بتفوت عليهم بعض التعديلات، ما بالك انت اجهزه فنيه ولاعبين واعلاميين، في تفاصيل مهمه جدا احنا محتاجين طول الوقت نبقى عارفينها وشايفينها.